بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، يمكن أنا فعلا كررت حلقات عديدة عن موضوع حرب أوكرانيا والغزو الروسي لأوكرانيا، ولكن والله لابد أن احنا نطلع برسائل أرجوكم، يعني إن شاء الله أحاول أن أنا من بكرة أبدأ أغير ونوع، لكن في رسائل مهمة وتوعية مهمة لابد أن توصل للجميع. أعزائي المشاهدين، هناك مفاهيم خاطئة عند كثير من الناس. في كثير من الناس مفكرين أن الأوروبيين والأمريكان حبايبنا ويحبونا وأنهم والله يعني لا لا، هذه الحرب فعلا فضحت وبطت عين كثير من الناس اللي قاعدين لا زالوا يدافعون عن الغرب، لا زالوا يقولوا يعني يفكرون أن الغرب هم حمائم السلام وهم الناس الراقيين وهم هم هم. ومن الكلام اللي قاعد يطلع شلون؟ شوفوا شوفوا شلون زعلانين على الأوكران، زعلانين على اللاجئين الأوكران، ما الفلسطينيين 70 سنة يقتلون ما حد تكلم، اللاجئين السوريين ما حد زعل عليهم، زعلانين على الأوكران. وطبعا كلام عنصري، وأنا تكلمت أمس عنه، وكثير من العرب متضايقين، أوه شوفوهم شلون، لو إحنا أقصفوا أفغانستان ما حد قال شيء، أقصفوا العراق، أقصفوا اليمن، أقصفوا سوريا ولا حد فيهم تكلم، الحين كم من واحد أوكراني قوموا الدنيا والدنيا قايمة. نعم، كثير من المسلمين والعرب الآن قاعدين شغالين على هالاسطوانة أخواني الأعزاء. هل هذا الكلام صحيح؟ لا يا حبيبي مش صحيح، لا يا أخواني مش صحيح. احنا مشكلتنا المسلمين وصلنا من الضعف ومن التنبلة ومن الانهزام ان حتى نريد الغرب يتعاطف معانا. ما راح يتعاطف معاك، طبيعي انه يتعاطف مع الاوكراني، ومش طبيعي انه يتعاطف معاك، افهم يا مسلم. لا تطلب من اعدائك يتعاطفون معاك. نرجع حق كلام الله سبحانه وتعالى، ايش يقول؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما راح يرضون علينا، ليه ما نصير مثلهم؟ ليه ما نتبع ديانتهم؟ وأكبر دليل إخواننا في البوسنة، هو البوسني مش أوروبي، أوروبي البوسني، أوروبي البوسني، أشقر البوسني، عيونه خضر، ومع ذلك بس لأنهم مسلمين قتلوهم شر قتله، اغتصبوا نسائهم، ارتكبوا مجازر شنيعة في حق المسلمين في البوسنة. فطبيعي اخوي السوري اللي تتابعني، وانت يا عراقي وانت يا يمني وانت يا بغض النظر عن الجنسية، طبيعي انه ما يتعاطف معاك، طبيعي انه يتعاطف مع اخوه، هذا اخوه الاوكراني. يا اخي انا بسألك سؤال، انت الان لو رحت ضيف في بيت وقاعد مع هذا الانسان وشفت هذا الانسان اللي انت ضيف عنده اشترى سيارة حق ولده، انت بتقوم تقول ها شلون يشتري سيارة حق ولدي وما يشتر لي؟ ليش يشتر لك يا أخي؟ أنت إنسان غريب، أنت جاي ضيف عنده، طبيعي أنه يشتري سيارة حق ولده، طبيعي أنه يصرف على ولده، طبيعي أنه يحب ولده أكثر منك، أنت ليش زعلان يا حبيبي؟ وهذا ما يحدث عندنا إحنا المسلمين. نريد الغرب يحبنا ويتعاطف معنا ويحطنا على رأسه، ونزعل أنه متعاطف مع الأوكراني. لا يا حبيبي، أنت مين؟ أنت مين؟ أنت مسلم عدوه، الله قال في القرآن يا حبيبي. لابد، هذا أول قانون إحنا كلنا كمسلمين نؤمن فيه، إن هذول الأوروبيين والأمريكان والروس والصين وهذول كلهم، ولن، قالها الله، يا أخي أنت تؤمن بالقرآن ولا لا؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. البوسني أوروبي لكن مش من ملتهم، بهدلوا اقتلوا وهكذا، عرفت؟ ما راح يتعاطفوا معاكم. هذا قانون لابد انك انت تؤمن فيه، لا تطلب من عدوك انه يتعاطف معك، فهذا طبيعي، طبيعي. وبرافو عليهم، برافو عليهم انهم يتعاونون مع بعض، يفزعون حق بعض. بتقول لي والله هذه مصالح، بتقول لي والله هذه هم اعداء روسيا، هذا موضوع ثاني، هذا موضوع ثاني. لا تطلب من الكافر انه يتعاطف معك انت المسلم. خلونا نكمل ايش يقول الله سبحانه وتعالى. قل ان هدى الله هو الهدى. تبون النصر؟ تبون النصر؟ تبون القوه؟ تبون الصحيح؟
تبون المنهج الصحيح اللي يعزكم قل إن هدى الله هو الهدى. تبون العزة في هدى الله، في منهج الله، في دين الله، في تعليمات الله سبحانه وتعالى، في تعليمات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. هنا العزة، هنا العزة. لكن أنتم ما اتبعتوا هدى الله سبحانه وتعالى. تبون العزة في هدى الله. شوفوا ايش يقول، شوفوا خلوني اخواني الافاضل، والله القران فيه كنوز يا ناس. ايش يقول الله سبحانه وتعالى؟ ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من الهدى ما لك من الله من ولي ولا نصير. يا حبيبي ولئن اتبعت اهواءهم، اذا انت ماشي ولا الغرب، اذا انت سامع كلام الغرب، اذا انت قاعد تقلد الغرب، اذا انت تبي العزه في الغرب، ما راح تحصل الا الخسران. ما لك من الله من ولي ولا نصير. شوف شلون الله سبحانه وتعالى ما قاعد ينصرنا، لان احنا لم ننصره. ايات وكنوز موجوده في القران الكريم. انتم قاعدين تبون العزه والنصر من امريكا ومن روسيا ومن لا يبا، هذول اعدانا. لا تطلبوا منهم العزه، مستحيل يعزونكم، والله ما راح تحصل الا الذل، الا الذل. مثل يطلع لي واحد الان يقول لك يا اخي لا لا ليش ما يتعاطفون معنا احنا اللاجئين السوريين؟ ما راح يتعاطف معك يا حبيبي، هو اصلا خذاك لاجئ يبي شغلك. عنده مع حبي واحترامي وتقدير لاهلنا في سوريا ولجميع المهاجرين اللي موجودين هناك، يا حبيبي هو هم خذوكم مش حبا فيكم، خذوكم يبون يمصون دمكم، يبون يحولون عيالكم الى ملتهم، يبون يبون يبون، وهكذا قارة عجوز. فلا تطلبون العزة والنصر من هؤلاء. وبعدين انا بقول لكم حاجه، انتوا تقولوا لكم والله تقولون لنا والله يا اخي ما حد يتعاطف. تدرون ليش ما يتعاطفون معاكم؟ لان انتوا اصلا لم تحترمون دينكم ولم تحترمون انفسكم، وما في حكومات وراكم. انا بعطيك مثال الان، خلينا نتكلم بصراحه. الان لو جاك امريكي وجاك يوناني، من راح تحترم اكثر؟ تحترم الامريكي. ليش؟ لانه ورا حكومه، ورا قوه عظمى. لو جاك بريطاني وجاك واحد من كرواتيا ولا من صربيا، من راح تحترم؟ تحترم البريطاني، لأنه وراء قوة عظمى. وهكذا. عرفت أخواني الأفاضل؟ أنتوا يا مسلمين أعطيكم إياهم الآخر، ما في حد وراكم، ما في دول تحميكم، ما في حد يفزع لكم. حكوماتكم أصلاً خلنا نتكلم بصراحة، معظم الحكام العرب أصلاً أحذية وعملاء حق الغرب، صح ولا لا يا حبيبي؟ تعال جاوبني. فإذا الغرب ما يحترم حاكم بلادك، بيحترمك أنت؟ ما راح يحترمك يا يبا. العزة في الإسلام، العزة في الجهاد، العزة في أنك تنصر الله، فالله سبحانه وتعالى راح ينصرك. أنا بعطيكم مثال ثاني. تقريبا في نهاية الثمانينات بداية التسعينات في دول الخليج جات موجة عمال من تركيا، اللي اشتغل حلاق واللي اشتغل في مطعم واللي، وما احترمنا لهم طبعا، ما كان الناس تتعامل معاهم عادي عادي، يعني حتى يمكن بعض الناس ما تحترمهم. ليش؟ لأن حكومة تركيا القديمة أيام العلمانية وأيام، ولا زالوا علمانيين هم، ولكن احنا نقول الحكومات السابقة اللي كانت تركيا ملطشة، ما حد كان يحترم وما لهم احترام ولا تقدير. أنا أقول لكم يعني، أرجوكم لا حد يفهمني غلط، ولكن أتكلم بالواقع. لكن الآن واحد كفو يكلم تركي، جاوبوني، أتحدى واحد الآن كفو رجال يكلم تركي، ما يقدر، لأن حكومة تركيا تغيرت، صارت دولة عظمى، دولة قوية، دولة وهكذا. فإحنا المشكلة أن إحنا حتى المسلمين بيننا وبين بعض ما نحترم بعض، فشلون تبون الغرب يحترمكم؟ شلون تطلبون من أمريكا ومن أوروبا أن ينظرون إليكم من بنظرة عطف؟ ما راح يعطفون عليكم يا يبا، ما راح يحك جلدك إلا ظفرك. ليش ما يتعاطفون مع الفلسطينيين؟ لأن إحنا المفروض نفزع، هذه قضية المسلمين. ليش أمريكا عنصرية وتفزع لإسرائيل؟ طبيعي يا أخي، هذول أعداء للمسلمين، طبيعي أن أمريكا تفزع حق إسرائيل، ما راح تفزع لك أنت، لأن هذه عداوة أزلية وأبدية ما بين الإسلام والأنجاز هذول اللي يكرهون وعدوهم اللدود الإسلام. طبيعي أمريكا تفزع. ليش مجلس الأمن؟ طبيعي يا أخي، الدول الخمسة اللي عندهم حق الفيتو شنو؟ مسلمين كلهم أصلا يكرهونكم يا أخي. نفهم هذه القوانين،
أنت يا مهما بأي دولة إذا أنت ما راح ترفع السلاح وتدافع عن نفسك، لا تطلب من الغرب يدافع عن نفسك، لا تطلب من الغرب يتعاطف معك. أخواني الأفاضل، مين اللي فهم الطبخة؟ شوفوا شلون احنا عندنا مشاكل في العراق وفي سوريا وفي مدري وين، ونناشد المجتمع الدولي ونناشد العرب. يا حكومات العرب وينكم؟ يا حكومات المسلمين وينكم؟ مين اللي فهم الطبخة؟ الأفغان فهموا الطبخة. فهموا شنو؟ ان يا مسلمين الحقوا علينا، يا عرب الحقوا علينا، ما تجيب نتيجة، لأنهم يعرفون ان معظم الحكومات حكومات عميلة يا حبيبي. فرفع الأفغان السلاح وأعلنوا الجهاد. شوف شلون الآن، لا تفكر ان الأمريكي ما يحترم الأفغاني، والله يرتعد من الأفغاني، يعملون ألف حساب للأفغان. لأن الأفغان احترموا نفسهم بغض النظر أنت تقولي والله أنا مع طالبان ولا مش مع طالبان. هذه الحقائق اللي لابد أن احنا نتكلم عنها. إذا احنا ما راح نعز نفسنا بالقتال وبالجهاد وبالعزة، والله الغرب ما راح يحترمك. هذا يعني رسائل ضرورية نحن توصل لنا. تقولي والله يا أخي الغرب عنصري والغرب عنصري. نعم هو عنصري، وأنا تكلمت أمس، انفضح بعنصريته وانفضح بقذارته، لكن لا تطلب أن الغرب يعزك. وللأسف أنا أقول لك المفروض إحنا المسلمين نعز بعض. وللأسف اللي قاعد يحدث الآن، وهذه أنا أقول لك إحنا ما ورانا حكومات، ما ورانا فسعة، ما ورانا حكومات تقول والله هذه حكومات نلجأ لها ولها صوت وقوة في المجتمع. للأسف أغلبيتهم عملاء وأحذية للغرب، عشان كذا الغربي ما يحترمك. واللي يقهرك أكثر، أنت الآن كمسلم وكعربي ادخل مطار اي دولة عربية، ما يحترمونك يا حبيبي، ما لك وزن ولا احترام. الامريكي مقدم عليك، الامريكي الاحترام اكثر منك وفي دول مسلمة. فالله سبحانه وتعالى يقول محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. اذا احنا طبقنا هذه الآية حق حقيقة راح يحترمنا الغرب. وقالها صدام حسين في المحكمة لما قال حق القاضي احترم تحترم، احنا مش محترمين مع انفسنا، شلون الغرب يحترمنا؟ يا اخي خلنا نتكلم بصراحة. اسمحوا لي بهالكلمة، المصري، الخليجي، الجزائري، المغربي، بغض النظر عن الدول ارجوكم، يعني انا ما اتكلم عن دولة معينة. اللبناني، العراقي لما يروح هناك، والسوري لما يروحون في امريكا واللي يروحون في اوروبا، هالدول ما تحترمهم. ليش؟ لان ما وراهم حكومات. احنا مش يد واحدة، احنا ما فزعنا حق بعض، احنا نحارب بعض، احنا ضد بعض والعياذ بالله. فلا تطلب اخوي المسلم ان زعلان ان والله البريطاني ينظر لك بعنصر. طبيعي ينظر لك بعنصرية، لان الله قال في القرآن ولن ترضى ليوم القيامة، ولن، هذا خلاص ابدية ليوم القيامة. فاخواني الافاضل لا تزعلون من اللي قاعد يحدث، هذا شيء طبيعي، شيء طبيعي، طبيعي ان هؤلاء يفزعون لبعض. وما يفزعون لك، انت غريب يا حبيبي، انت واحد غريب، انت مسلم عدو لهم، انت انسان عربي ينظرون لك انك انت انسان اقل مستوى منهم، انت 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 انت, انت ما وراك حكومه، انت 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 ايش اقول لك ولا ايش اقول انت. هم اخوي العزيز، هم تدري يعني ايش في بالهم؟ يعرف انك انت في بلادك يقطونك في السجن، يشوتونك يقطونك في السجن، يعرفون هم الامر. تفكر ما يعرفون، يعرفون انك انت في بلادك غير محترم، تبيهم يحترمونك ويخافون عليك. فهالموضوع هذا طويل اخواني الافاضل، لا اريد ان اطيل، اعتقد الرساله واضحه. لا يفو مالك انك انت تزعل وتضايق، ما حد راح يحل قضيه فلسطين الا انتم يا مسلمين. والنصر، النصر الله سبحانه وتعالى، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال ان الملحمه الكبرى احنا، ما قال والله الغرب، احنا راح ننتصر على اليهود. والله لن تقوم لكم قائمه الا اذا اتبعتوا سنه الله ورسوله، إلا إذا فعلا طبقتوا الدين على أنفسكم. أنا واحدة أمس تكلمني تقول لي والله إحنا أنا أبي أتحجب ومسوين عرس، وبتكلم عنها في يوم الجمعة إن شاء الله، وعرسنا كله اختلاط. إحنا على مستوى عرس نغضب الله، إحنا لما نقول حق ناس يا أخي لا تسوي كذا، يا عمي أنت متخلف، أنت متخلف، خلكم في الشقاء، خلكم في 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 الحضيض. لأن إحنا قلنا عن أحكام الله تخلف، تشدد، داعشي. لما أنا أطلع أقول كلام داعشي، لما أقول أنا كلمتين أنت متشدد. يعني إحنا للأسف معظم الناس ما تحب دين الله، معظم الناس لا تريد. وإذا يقول لك واحد أنا أحب دين الله، لا يطبق على نفسه، لا يطبق على نفسه. فإن تنصر الله
ينصركم، معادلة واضحة في القرآن. أتمنى الرسالة تكون وصلت.